نقدم قراءه لانه هو فكر الشيخ عبد السعيد من خلال هذه الكتابات. نشاهد ونلاحظ انه فكر يعتمد في توجهاته على الكتاب والسنه والدليل واضح. انه فكر يهتم اهتماما بالغا بقضايا الفكر الاسلامي في مختلف ربوع الاسلام. فكر معتدل، فهو يقتني جميع كتب الفقه الاسلامي ولا يتعصب مذهب دون اخر، بل يتفتح للحق ويدافع عنه، يدافع عن اللغه العربيه ولا يرضى اللحن في كتابتها او التاليف فيها شعرا او نثرا. فكره مفتوح الاتصالات مع جميع الناس من السائلين المنصفين او المتعصبين او المتعلمين. فكر يحب الخير لجميع الناس فلا يرد السؤال ولو كان من مشرك. فكر مفعم بالاخلاق العاليه والخصال الحميده، يحترم الكبير ويرحم الصغير ويتواضع للحق. فكر يولي اهميه بالغه لتقويم السلوك النفسي بالاذكار الاسلاميه الصحيحه. فكر يهتم بتحصين النفس الانسانيه بالاستقامه وذكر الموت والجزاء. فكر ملتزم بالتاليف المفيد وبالتاليف المفيده والمراجع الصحيحه. فكر عامر بالحركة الإيجابية لإصلاح النفس والمجتمع بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة. فكر يتذوق الأدب العالي ويصنعه ويخدمه بالتوجيهات السديدة والخطب البليغة. فكر لا تحده الحدود الجغرافية من وطنه جربة، بل هو رحالة في بلاد الإسلام للدعوة إلى الله. فكر موسوعي يحب العلم ويستزيد منه في كل فرصة ممكنة. رجل يحب وطنه ويهتم به رغم بعد المسافة بينهما. هكذا فلنكن أيها العلماء مثل الشيخ عم سعيد في العمل في العلم والعمل والتواصل، إن أردنا السعادة لأنفسنا ومجتمعنا. والله لا يخلف وعده في قوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.